أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أذكرك بهذه الآية العظيمة المعروفة اللي في أصحاح 8 من سفر نشيد الأنشاد، آية رقم 7: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، وسيول لا تغمرها. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، وسيول لا تغمرها. محبة هنا مش مقصود بيها مجرد المشاعر، محبة مقصود بيها ان انا اريد ان اضحي من اجل الشخص الذي احبه، عايز اتعب عشان هو يستريح. محبة اللي فيها بذل، اللي شفناها في الصليب. رب يسوع بيحبني قوي قوي قوي، ما قالش مجرد كلام انا بحبك، لا، ده ذهب الى الصليب وتحمل عقابي بالكامل عشان انا انجو من الهلاك الابدي بسبب اسامي، عشان ما اهلكش بسبب اسامي، عشان هو كمان بيحبني. عمل ايه عشان انجو من الهلاك بسبب اسامي؟ لازم هو يموت بدالي. قابل هذا، قابل هذا ليه؟ لانه يحبني. يبقى الحب الحقيقي هو الحب اللي فيه تضحية، الحب اللي فيه بذل. وعشان كده الرسول يوحنا بيقول: لا نحب بالكلام واللسان، حب بالعمل والحق. المحبة دي يقول عنها الكتاب في آية 7 نشيد الأنشاد أصحاح 8: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان، عشان يشرح لي إيه هي المحبة، ما هياش مجرد عطاء، دي حاجة أعمق من العطاء، وراء البذل، مش مجرد بذل، حاجة في القلب. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. يعني انت تريح ضميرك مثلا وتقول انا بشتغل بشتغل واجيب فلوس وحوشها لاولادي بس، من غير ما يبقى جواك محبة ليهم تخليك تصلي لهم في الخفاء، وانت في الخفاء بتصلي لهم، تسأل عليهم، مجرد بس انك انت تعمل لهم فلوس او تبني لهم شقة بس، ما ينفعش. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. المحبة الحقيقية مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. وكثير من المتأملين في هذه الآية قالوا ان الآية دي بتتكلم عن محبة الرب لينا، ان مهما غلطنا، مهما كان عندنا مياه كثيرة، مياه كثيرة رمز للأخطاء بتاعتنا، الأخطاء بتاعتنا مش هتطفئ محبة الرب لينا. محبة الرب لينا ستظل ثابتة، ستظل مستمرة، والسيول لا تغمرها. يعني سيول، شوف السيول لما تغمر بلاد وخلاص تخفيها، السيول اللي هي بتعبر عن أخطاءنا، بتعبر عن عيوبنا، السيول دي مش هتغير من قلب الرب، من اتجاه قلب الرب ناحيتنا، ان محبته لينا مش بتهتز، مش بتقل بسبب عيوبنا او بسبب اخطائنا. طبعا ده مش مشجع لينا ان احنا نعيش في الخطأ، ومش مشجع لينا ان احنا نعيش في الخطية، العكس. ان انا لما احس ان الرب بيحبني رغم وحشتي، ده يخليني بحب الرب، وحب للرب يخليني اكره الخطية.
وخليني مش عايز ازعل الرب باخطائي. مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة وسيول لا تغمرها. رالك آية كمان من سفر أرمية أصحاح 31. شعب الرب في سفر أرمية عيوبه ضخمة جدا، ومع هذا السفر اللي اتكلم عن كراهية الرب الشديدة لخطايا الشعب هو نفس السفر اللي تكلم عن محبة الرب الشديدة للشعب. يعني السفر ده بيتكلم ان الرب بيكره خطايانا لكن بيحبنا، بيكره خطايا الخاطي لكن بيحب الخاطي. هنا بقى الكلمات الموجهة للشعب العاصي، العاصي بتقول: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، يعني إيه محبة أبدية؟ يعني مش محبة الرب بيحبني النهاردة عشان النهاردة كويس، بكرة بقيت زي الابن الضالو وبعت الرب محبته ليا هتقل، كلا، دي محبة أبدية، دي محبة ثابتة. المياه الكثيرة ما تقدرش تطفيها، هات مية على شعلة من النار المية تحاول تطفي النار، لا، نار محبة الرب لينا لا تطفأ أبدا، وأي سيول لا يمكن أن تمحيها أبدا. محبة أبدية أحببتك. ليه الرب لما بنغلط بيأدبنا؟ عشان بيحبنا، عشان عايزنا نفوق، عايزنا نتخلص من خطايانا، فلأنه بيحبني مش عايزنا استمر في الغلط بيستخدم العصاية. عزيزي المشاهد، تعالى معي الآن إلى إنجيل لوقا، نكمل التأمل في ما هو المقصود بملكوت الله، أو ما هو المقصود بلغة أدق بملكوت الرب يسوع. إحنا قلنا إن سفر الرؤيا أصحاح 20 بيتحدث عن ملكوت الرب في النهاية، في نهاية الأيام. قلنا من خلال إنجيل لوقا أن في جانبين أو قسمين للملكوت، ملكوت الرب يسوع ليه جانبين. الجانب الأول هو الجانب الداخلي، يبقى الجانب الثاني هو الجانب الخارجي. الجانب الأول هو الجانب الروحي، الجانب الثاني هو الجانب المادي. الاثنين موجودين. الجانب الاول ان الرب يملك على القلب، الجانب الثاني ان الرب يملك على ممالك الارض. الاولاني يملك على القلب والثاني على الممالك الارض، الاثنين يكملوا بعض. وقلنا ان في انجيل لوقا في الاشاره الى الاثنين ملكوت، الجانبين للملكوت. في إنجيل لوقا نبدأ بتأملنا فيها شوية في الحلقة اللي فاتت، بس نكمل إنجيل لوقا أصحاح 17. تابع معي عزيزي المشاهد لإجابة الرب على الفريسيين. وقلت لك إن الفريسيين دول ناس سيئين، لأنهم قدامهم الرب مش يسألوه عشان يستفيدوا من الرب، لا، يسألوا الرب عشان عايزين يوقعوا الرب في الغلط، عشان بيغيروا من الرب، فعايزين يحطموا صورة الرب أمام الناس، إن الناس تشوفوا غلط فيعملوا له أسئلة كده عشان يمسكوا له في الإجابة غلطة ويتفننوا في الأسئلة، يعني مش أي أسئلة. فهنا كانوا بيسألوه: متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم قال لهم إيه؟ لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، لأن هو عارف هما بيقولوا إيه، بيفكروا إزاي جواهم، لأن الرب يعرف، زي ما قال له بطرس: أنت تعرف كل شيء. الرب يعرف كل حاجة، يعرف أفكارنا. فالفريسيين كانوا
بيقولوا ان ملكوت الله لازم نراقب حاجات معينة تحصل، ولما الحاجات المعينة تحصل نقول الملكوت، ملكوت المسيح جه، اللي هو معناه بالنسبة لهم هيحررهم من العبودية للرومان ويعيد المجد بتاع الملك داود، وان المملكة هتبقى في امان وهتبقى في رخاء. هو ده الملك اللي منتظرينه. بيقولوا هنا الرب بيقول لهم لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. هم مراقبة يعني بملاحظة، ملاحظة وانتباه، كلمة في اليوناني كلمة قوية. فالرب بيقول لهم لا، قوية يعني معنى مش ملاحظة عادية، بيقول لهم لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، يعني ما تراقبوش حاجة عشان تلاقوا الملكوت جه. لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، مش تقعدوا تراقبوا في السماء زي النجم بتاع المجوس كده، لا، لا يأتي ملكوت الله، نحن نقعد كده مستنيين لحد ما حاجة تحصل، وبعدين لما حاجة تحصل كده نشوف فين المسيح ونجري معاه، عشان رايحين بقى نحارب الرومان ونتحرر زي الحروب بقى بتاعة العهد القديم. لا، لا يأتي ملكوت الله لا بمراقبة لما يحدث في حركة النجوم، ولا بمراقبة للأماكن، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك. لا، الفريسيين كانوا بيقولوا ان الملك لازم يبقى في اورشليم، يبقى يبدا من اورشليم. لا، لا يقولون هوذا ها هنا او هوذا هناك. ليه؟ شوف بقى اجابه الرب للفريسيين. الرب قال لهم انتوا مش محتاجين انكم تفكروا في اللي جاي، وفي ناس كتير تفكر في بكره وفي الأبدية في نهاية الأيام، وما بتقومش بالحاجة اللي بتعملها النهاردة. يعني إيه الفايدة أن تقعد تدرس نبوات وتعرف هيحصل إيه وإنت ما فتحتش قلبك للرب يسوع المسيح؟ إيه الفايدة؟ إيه الفايدة أنك تدرس نبوات وإنت ما عندكش ثقة أن ليك حياة أبدية؟ إيه الفايدة أنك إنت تدرس نبوات وإنت عايش في الخطية؟ ايه الفايدة انك تدرس نبوات وانت مش بتخدم الرب وعايش لذاتك؟ واجههم قال لهم انتوا ليه تراقبوا وليه تدوروا على علامات وليه؟ وكانوا يقولوا بقى ان لازم الرب المسيح هيجي والملك هيبدأ في يوم الفصح وفي الليل، عشان نعيد اللي حدث في سفر الخروج ايام موسى، هيجي وهيبقى البداية في مناسبة عيد الفصح، عشان هيبقى حرية من الرومان زي ما موسى حرر الشعب من فرعون. ليه بتفكروا كده؟ الاحتياج ان انتوا تتغيروا. قال لهم ايه؟ ها ملكوت الله داخلكم. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت ان كلمة داخلكم دي مش معناها داخل قلوبهم، لان دول فريسيين، هيبقى جواهم الملكوت؟ لا، الملكوت مرتبط بالملك، الملك موجود يبقى الملكوت موجود. ها ملكوت الله مش داخلكم، الترجمة الأدق بينكم أو في وسطكم، لأنه عايز يقولهم أنا الملك هنا، ها ملكوت الله في وسطيكم. لو أنتوا يا فريسيين فتحتوا القلب ليا هدخل وبملك عليكم وببقيتوا في الملكوت. في جانبه إيه؟ الروحي، القلبي الأهم. وبعدين لما أنا أبقى جواكم خلاص هيجي الوقت بقى اللي تتمتعوا بالملك الخارجي، الملك الأرضي. بس أولا لازم تقبلوا الملك القلبي، الجانب الأول. وقال للتلاميذ لما قال لهم ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، طب هيجي امتى؟ الرب بقى جاوب التلاميذ بقى، شرح لهم الموضوع. ينبغي اولا، يقول كده،
ان الرب هيجي، بيتكلم عن نفسه في آية 24، لكن يقول ولكن ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. يبقى مش ممكن بيقول لهم اني انا المسيح املك على الملك الخارجي، الملك على الارض اللي هو الملك الألفي اللي موجود في سفر الرؤيا اصحاح 20 بدون ما تصلب، بدون ما تألم. مش ممكن، مش ممكن. لا يقول كده، ها يقول كده، ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض. يعني شرط اساسي. وليه الرب قال ده هنا؟ لان كان في عند اليهود اللي ماشيين بيلاحظوا الرب، كانوا يظنون انجيل لوقا اصحاح 19 ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. ليه؟ لان الرب يسوع كان رايح اورشليم وكان هيدخل اورشليم، واحنا عارفين القصه. فالظن بقى خلاص، ودام ده داخل اورشليم يبقى هيعمل الملكوت الارضي. ونفس ام يوحنا ويعقوب اولاد زبدي اعتقدت هذا، وراحت قالت للرب انا ليا طلبه ان لما تعمل، لما هيبان بقى الملكوت تبقى انت الملك وتطرد الرومان، وابن اولاد دول يبقى واحد عن يمينك وواحد عن يسارك. والتلاميذ ابتدوا في الوقت ده في الوقت ده بتاع عيد الفصح، انا قلت لك الاعتقاد انه يجي في عيد الفصح، وهو دخل اورشليم. ده خدمه الرب اساسا كانت في منطقه بعيده عن اورشليم، وكل كلماته ومعجزاته كانت في منطقه، اغلبها كانت في منطقه الجليل والناصره وكفر نحوم والحته دي اللي هي في الشمال. بس النهارده هو داخل اورشليم، وايه في عيد الفصح. كانوا يعتقدون ان، كانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. هنا بقى الرب وبعدين وقال مثل واضح تماما في المثل اللي قاله الرب، لا ان مش ده الوقت، وانه لازم يتألم وانه لازم يتصلب، ويبقى ده مش التوقيت للملك، للجانب الثاني من ملكه اللي هو ملكه الارضي، الملكوت الارضي. ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض. في واحد هيسألني يقول لي طيب يعني اذا انت بتقول ان ملك الرب حاجتين، على القلوب وده النهارده، وبعدين على الارض، وهيخلي الناس اللي دخلته في قلبهم تملك معاه. فين الدليل على كده؟ لا دليل كتير. يعني في آية تقول ان كنا نصبر معه فسنملك معه، هنملك معه، سنملك معه. وفي سفر الرؤيا واضح، في رؤيا اصحاح 20، في رؤيا اصحاح 20 يقول كده اني عاشوا وملكوا، عاشوا هنا كلمة عاشوا زي ما جاية في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني بتاعنا، قاموا يعني قاموا من الاموات، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. يبقى هنا مين اللي ملك مع المسيح؟ المؤمنين اللي الرب ملك على قلوبهم، اللي حققوا الجانب الاول المهم ان الرب يملك على القلب. عزيزي المشاهد، اهم حاجة ان الرب يملك على قلبك، اهم شيء. واذا كان الرب مش بيملك على قلبك النهاردة قل له يا رب ادخل قلبي واملك على قلبي وعلى حياتي. اهم حاجة ان الرب يملك على قلبك، لان ما فيش نصيب في الملك الألفي. سواء بقى ايه رأيك في الملك الألفي، رمزي حرفي، لكن مفيش نصيب في الملك الألفي بدون، كلنا نتفق على دي، بدون ان الشخص يسيب الرب يملك، يرحب بالرب ملك على حياته. انجيل لوقا اصحاح 17. عشان كده عزيزي المشاهد لو تفتح انجيل يوحنا
في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر الرب عمل معجزة عظيمة، أشبع الجموع بخمس أرغفة وسمكتين. اليهود قالوا خلاص دي علامة من علامات مجيء الوقت بتاع ملكوت المسيح. ليه؟ عشان ده حل المشاكل الاقتصادية بتاعتنا. يعني اللي حول خمس خبزات وخلاهم غيرهم وخلاهم فيهم قدرة يشبعوا 5000 عيلة، ده بقى الحقول بتاعتنا يباركها ونصدر لكل العالم ونبقى أغنى مملكة. خلاص ده بقي وقت الملكوت جه وننصب العمل المعجزة دي، ملك ده 100% هو المسيح. طلبوا أن يمسكوه عشان يعملوه ملك. في إنجيل يوحنا، آسف أنا قريت لك آية مش مظبوطة، في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس يقول كده الكتاب: لما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا أن هذا وبالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. أما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوه ويختطفوه ليجعلوه ملكا رفض. ليه؟ عشان ما فتحوش قلبهم ليه، هم عايزين بس الـ 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 الراحة الأرضية، عايزينه ملك يحل لهم مشاكلهم الاقتصادية، مش عايزين الجانب الأولاني، عايزين الجانب الثاني بس للملكوت. لما عرف عارف أفكارهم. أما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده، رفض. ولان ده مش انه لا يمكن من ناحيتين هيبقى ملك قبل ان يتألم ويصلب، والحاجة التانية المهمة انه ما ينفعش يبقى ملك على دول اللي ما فتحوش قلبهم ليه. عزيزي المشاهد، الرسالة ايه؟ ان اردت ان يباركك الرب ماديا لازم يبقى هدفك اولاني الاول ان يملك على قلبك وان يباركك روحيا، الجانب الروحي قبل الجانب المادي، الجانب القلبي قبل الجانب الارضي. وهشرح اكثر عن الملك، ملك الرب في جانبيه في الحلقة القادمة. الى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.